بعدنا ما طالعين من اطلالة الجندر والنوع الاجتماعي. طلعونا هسه شيء جديد اسمه استراتيجية الحد من خطاب الكراهية. النوب خطية نور بي ام طاكم عمره، تم قتله، تم اغتياله. يعني شو دروسكم القرآن؟ مبعوث او ممثل يونامي الامم المتحدة مشودر الان بوزارة الاتصالات يريد من الوزيرة اللي هي ترأس فريق اعداد هاي الاستراتيجية، يريد من عندهم حالا وفورا وتوا انه ينجزون هذه الاستراتيجية اللي اسمها استراتيجية الحد من خطاب الكراهية. ولكن القضية لا تشمل نور بي ام وحده، القضية تشمل شباب كثيرين، مجتمع كامل مستهدف الآن بأوعية نمطية تهيئ له، تجهز له، تفرض عليه فرضا، وأنت مضطر أنه أو مغصوب أو مجبور أو يحاول من يريد أن يجبرك على تقبل هذه الأوعية شئت أم أبيت. تخترق دارك وتقل مقدارك وتروح لعائلتك وتتغلغل إلى أقدس مقدساتك وتستنزفها منك. إذا حاولت تعترض راح يكون عندك خطاب كراهية، أنت متبني لخطاب الكراهية. طيب هل هناك نصوص تحاسبك على رفضك، على اعتراضك، على محاولة تشويه معتقداتك ومقدساتك ومتبنياتك؟ هسه لو هاي السلوكيات تعمل يعني بمعزل عني ما عندي مشكلة، بمعزل عن عائلتي ما عندي مشكلة، بمعزل عن 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 بمعزل عن التأثير على مجتمعي ما عندي مشكلة، لكن الآن هناك محاولة لإقحامها فرضا على كل هاي المقدسات اللي أنا أعتبرها مقدسات عندي. أنا ما أحكي على نفسي، أحكي على الطرف اللي يفكر بالطريقة هاي اللي أحكي بيها. ويجب أن توضع استراتيجيات لمنعه من حق رد. المشكلة وين؟ المشكلة أنه القوالب النمطية التي توضع الآن تفرغ الأشياء الجميلة من معانيها، من غلافها الجميل، ولكن محتواها ما نعرف شنو هو بصراحة. تنطيق قالب نمطي خطير، وإلا أصلا قوس قزح ماكو أحلى منه. الإمام علي سلام الله عليه يقول قوس قزح وقوس الرحمن. الآن نربى بأنفسنا أنه يكون مرسوم على دفاتر أطفالنا، على كتبنا، على أقلامنا، على واجهات منازلنا، على واجهات مدارسنا. كنا من كنا صغار كان قوس القزح مرسوم مدارسنا، الآن لا يرسم. أفرق من محتواه لو لا، قيمته الجميلة العليا راحت بغير معنى لو لا. ليس لك حق الاعتراض. لو اعترضت على إفراغ قيمة جميلة كنت أنت تتبناها، معنى سامي حتى موجود بالنصوص الشرعية على قيمته واعتباره، اللي مثلا قوس قزح اللي هو قوس الرحمن. ليس لك حق الاعتراض. هنا افرغت حتى قضية الحد من خطاب الكراهية ايضا من محتواها لو اديرت بالطريقة التي نخشاها. قالب نمطي، نحن في مجتمع نمطي يا سادة، نحن في جو التنميط يا سادة، حرب التنميط، حرب الانماط. نمطك شرعي يريدون دخلك، البعض يريد ان يدخلك بالنمط اللا شرعي. نمطك رصين يريد دخلك بالنمط الفوضى. نمط خليك تقتنع بيه، متى ما خلك تقتنع بتلبس بنطلون ومشقق تعتبره موده كشخه. نمط واللي يلبس بنطلون مو مشقق يعتبر ناشز منتفي نافي، ليس له قيمه ولا سعر ولا اعتبار، محدود الفكر والتصرف. الصح غلط والغلط صح، هذا النمط، هذا التنميط للعالم الجديد اللي احنا دنمر عليه ودنمر به. قال القرية الصغيرة اللي ديرها وسائل ايضا صغيرة ولكنها خطيرة بالتأثير، منصة صغيرة، برنامج من محادثة، شاب بثوث مباشرة بسيطة يطلعونها شباب صغار يبين عليهم اللاوعي، سطحية العرض والتعرض. لكن بالحقيقة هاي السطحية أيضا تحت محتواها رسالة، ومو بالضرورة أنا مجبر على تقبل هذه الرسالة التي تحاول أن تقتحم منزلي وتفتت عائلتي وتشتت مجتمعي. وبالذات العراق هاي الأيام موجهة إلى كثير من الرسائل المباشرة وغير المباشرة، الصريحة والمشفرة. أنتوا تدرون الآن هسه راح تصور راح تطلع بالشاشة منه. باعوا إنزين ركزوا.
هاي السنة فتيات يدعين أنهن عراقيات ويتحدثن بلهجة عراقية رصينة ويدعين أنهن من منابع وأصول عراقية أيضا رصينة، لكن بالحقيقة الآن في أمريكا ممثلات إباحيات تحكي لي على التنميط. أقول لك تقول لي لما رأيت مؤامرة أقول لك ما أدري، لكن لما يوصل الموضوع إلى حدود المحرمات المسلمات لازم نقل شخصية لفترة طويلة يعتبر صاحب تأثير على المجتمع. وأفاجأ بالفيديو اللي جايبه مستضيف عدد من ممثلات البورنو أو الإباحيات العالميات المشهورات الشهيرات، سويهم جلسة سمر ويسألهم شو وجه الرسائل العراقيين، ثم يوزع لهن القبلات وكلمة I love you باسم جميع العراقيين. شباب العرب، ألكسس تكساس الرائعة العظيمة الجميلة. أوكي ready. I love you means أحبكم 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 كثير أحبكم means I love you كثير كثير means all of you are friends. قبلكم يا شباب العرب قبلكم يا شباب العرب قبلكم يا شباب العرب. We are with the amazing, the legendary Rebel Rider. شباب بناء على طلبكم Rebel Rider أعلمها اليوم أكيد قدر أكيد قدر أكيد قدر. شباب العرب ليلو الرائعة. ماذا تسمي هذا؟ أليست رسالة استهداف سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة؟ إعلاميين هي رسالة، هاكو مرسل وكو وسيلة، وسيلة هذا الموبايل أو حتى التلفزيون، وكو مستقبل، والمستقبل حقيقة مو مستقبل نوعي نوعي الفكر، مستقبل قسم الفكر. شو تحط لي ممكن يستلم خاصة شريحة الشباب والمراهقين، أرض خصبة فكرية خصبة، حرام ما نزرع بيها القيم والمثل العليا ونزرع بيها المفاهيم العليا وإحنا مقصرين كوسائل إعلام. إنه فوق تقصيرنا نفسح المجال لمفاهيم أخرى لا نعرف ما هي تحاول أن تقحم في بلدنا، هل يجوز هذا الكلام؟ استراتيجية الحد من خطاب الكراهية، شنو هاي الاستراتيجية؟ ما تحت هاي اليافطة يتم استعداء المرأة على الرجل والرجل على المرأة والأب على ولده والابن على أبوه على أنه كراهية. الرجل يكره مرته إذا طلقه، معلومة حق مشروع لكم. القانون يعطي المرأة حقها ويعطي الرجل حقه، ماكو حق بالقانون، أكو نقوصات بالقانون نعدله بالبرلمان، لكن مو شو استراتيجية للنوع الاجتماعي. المرأة إذا طلقت فيجب أن تقول أن الرجل ناشز ليس له حق العيش، وبالنتيجة تجي مرت أب وتقتل ابن زوجها بدل ما صدى أمره. ليش؟ لأن غذوها، هي أنا ضحية، هي أنا ضحية، غذوها بفكر مريض وموبوء أنه لا يستحق الرجال العيش، لا عيش للرجال. بالمقابل يجيك واحد هم يقول لك لا عيش للنساء. والعراقيين والعرب اللي راحوا لأوروبا يجون ينتزعون أولادهم من عندهم، لأن الطفل تو حقه أنه راح يشتكي أبوه يمارس ضد العنف لأنه شاف يشرب مخدرات وكفخني. لا تخليه حريته، هاي ناخذه من عندك وربي على أيدينا، خليه يسرح يمرح يطب ويطلع يستهتر إذا بليت روح تنحرف. استراتيجية هسه ما كانوا يطبقوها على المهاجرين العراقيين باوروبا، هسه يريدون يجيبوها هنا بالعراق. الكارثه مو مجرد قانون يقرر البرلمان، القانون جزء بسيط من هاي الاستراتيجيه. انا ما محتاج استراتيجيه حد من خطاب الكراهيه، القانون كله يحاسب عليه. ليش ولي حرب على الطائفيه القانون من حاسبه؟ عقوبات توصل من ابسط العقوبات الى حد الاعدام، كون على ثقه. بس خلينا يطبقون القانون بشكل صحيح. اللي حرض السني على الشيعة وما شاء الله هسه بنفس الوقت هم بدهم يسوون لك استراتيجيه لحد من خطاب الكراهيه، ولا واحد ومنابرهم مفتوحه علامه صراعيها
سني يحكي على الشيعة، شيعي يحكي على السنة. المسيحيين قاموا ما شاء الله الحمد لله شكر صدام قاموا تعاركم بيناتهم، وصلت لهم بالفاتيكان يقول لك بابا الفاتيكان مستقبل الطرفين. خليني هلهل، خليني تونس. مسؤولين على مستوى رفيع داخل طائفة دينية واحدة نحبها ونحترمها مسيحية، يروحون الفاتيكان يتعاركون هناك. هاي تفيد بها استراتيجية؟ لو نرجع لمنطلقاتنا الحقيقية الأصلية، نتمسك بجذورنا بأصولنا، هذا اللي يريده. قبل ما أكمل هذا الكلام لتأكيد موضوع نظرية التنميط المفروضة الآن علينا ولازم ننتبه لها، لازم. طبعا على فكرة ما أتكلم به الآن وأتفوه به، سوف أقول أنا متبنيه الشخصي، لا أفرضه حتى على هذا المنبر اللي أنا طالع منه، منبر هذه المؤسسة المحترمة اللي أنا أقدم من عدال البرنامج، ولن إن شاء الله تتدخل فيما أقول حرفا واحدا. ولو حصل هذا مثل ما أنا متقلب الآن لحد الآن من 13 مؤسسة إعلامية كلها غيرتها لأسباب تتعلق بهيك تفاصيل، لو حصل في يوم من الأيام أنه أحس أنه علي ضغط في أي مكان لمخالفة ما أتبناه أو مؤمن به، كنوا على فكرة برمشة عين الغادرة. الحمد لله شكرا هذا أنا لحد الآن ماكو. اللي دا أقوله أنه هذا الكلام من ضميري كإنسان خايف على عائلته وعلى بيته، دا أحكي بيته وعائلتي وعائلة أو بيوتنا وعائلنا متهددين الآن. أطلع بال 2015 على بنواس الطريق مقطوع، أباوع ألقى طلاب الإعداديات والمتوسطات لبسهم أبيض ونعطيهم أصباغ وقال خلينا نسوي مهرجان الألوان باب الناس برضه نقص على ذاك اليوم ورافعين العلم، هذا الناس فقره عاليه استدراج وشباب ما يدري بنات وليد واحد يجمع على الله اصباغ والوان ومش مراقي اصباغ ولا ما يعرفوا مهرجان الوان يا بكون على فكرة بياض 2015 انا مش تعرف شنو معنى كلمه الوان، والله مش تعرف شيء عادي. بس انا استهجنت الموضوع لما رحت دورت بالانترنت لقيته بس عندنا بالعراق نفس التوقيت يقام في كل العالم، العالم العربي حتى بالعالم العربي وايد دول سوت مهرجان الوان سوته وايد دول. والان شهر 5 فات سووا نقلات قنوات فضائيه وين؟ لكن باربين مو بغداد، لان اهل بغداد شو انتبهوا القضيه، لكن موجودين. انا لا ضد ولا معه، لكن ما اريد هالافكار تخترق مجتمع، ما اريد هالافكار تخترق عائلتي. هسه الان هذا الموضوع يريد يحطوا لك اياه باطار زين اختار الكراهية. ومن الذي يحرض على الكراهية؟ انت اللي جاي يعني جاي انا قاعد وانت جاي مستطرق، انت جاي مستهدفني، انت جاي مستهدفني. انا ما اقدر اترك الحبل على الغرب حتى يرد المجتمع مثل السيارة تركت عجلة قيادتها الا لا مصير، ترد اقرب مبنى تنتهي. سواء استراتيجية الحد من الكراهية، نوع اجتماعي، جندر، بندر، مندر، نام عليه، هذا أنا كعراقي ومواطن أبوي علمني، أمي علمتني، جدي أخذت منه كلمة زين، أنا بصراحة ما أعتبرها يعني مرجعيتي الأدبية ولا الفهمية ولن اسمح لاي فكره ان تخترق تكويني الاجتماعي الا اذا كانت تنطبق تماما مع مسلماتي التي اعرضها اساسا على العقل وعلى المنطق وعلى الفهم وعلى واقع الاشياء وعلى طبيعه الاشياء والاشياء الطبيعيه، فان كانت تتلائم كان بها، بل الانسان على نفسه بصيره، وإن كانت لا تتلائم فإلى جهنم وبئس المصير. هذه صحة صدور معي أنا حسين سادات.